بالنسبة للريكورد بيس والأوكلوجن ريم والماونتينج والأرانجمنت أوف تيث، إحنا سبق بمحاضرات قديمة تكلمنا على الدنشر بيز الريكورد بيز أو الدنشر بيز، واتفقنا على الريكويرمنت مالتها شنو وشلون لازم تكون وأنواعها. فاليوم فد شي مختصر راح نسترجع الكلام اللي شرحناه سابقا ونضيف عليه الأوكلوجن ريم والبايتر، مشان راح يسويها البيشنت وشلون نختار التيث. فالبيسس فور جو ريليشن ريكورد شود بي ميد ايذر اوف ماتيريال بروسيسنج اكيورسي اور ذوس كان بي ريلاين تو بروفايد سش اكيورسي. المفروض الماده اللي انا اختارها اسوي بها الريكورد بيز مالتي كلها يعني هي الاكيورسي مالتها عالي جدا او بها امكانيه انه اسوي لها ريلايننج حتى ازيد الاكيورسي مالتها. فعلى هذا الاساس الايديال ريكورد بيز راح تكون يا اما اقدر ماتيريال اقدر اسوي لها بروسيسنج اللي هو شنو اقدر اسوي لها بروسيسنج اللي هو الاكريليك، او ماتيريال اقدر اسوي لها كاستنج اللي هو شنو المعدن، وبهاي الحاله راح تستعمل كفاينل دنتشر بروسيسز. يعني هي راح اخذ بيها الريليشن وهي راح تعتبر نفسها الفاينل للدنتشر بيز. هسه مثل ما تشوفون هنا بالصوره اللي عندي هذه اللي لونها ازرق هذه ريكورد بيز او ريكورد، ايه هي هذه الدنتشر بيز او ريكورد بيز بس هذه تمبراري حتى لونها اخضر يعني ما لها علاقه بلون الاكريليك القم. زين هنا شنو اكو جواها؟ اكو الماينر كونكتر اللي احنا قلنا بوقتها يربط للدنتشر بيز للميجر كونكتر، يكون شكله اما لادر شيب او لات او لاتس فريم ورك او ميش. زين وهذه الصورة اللي على جهة اليمين هذه خلينا عليها الوكس اللي هو البايترم حتى اخذ بجو ريليشن مع مع الناتشرال تيث اللي باقية. زين فالبيزس فور جو ريليشن ريكورد must have maximum contact with opposing tissue with supporting tissue، يعني لازم contact مالتها ويا الunderlying tissue تكون maximum contact. accuracy of of the base will proportionate to the contact provided to the total area of intimate tissue. كل ما كان عندي ال intimate tissue contact كل ما كانت عندي ال accuracy مالت ال denture base عالية، وأثناء ال jaw relation تكون راح تكون stable فتعطيني jaw relation مضبوطة. Those areas are most often undercut and require block out of the distolingual retromyelohyoid area of the mandible cast، بينما بالمجزلة عندي الليبيال اسبكت مات المجزلة، و frequently small multiple area undercut بالباليتال روجي. بما انه هذه الدنشر بيز مالتي انا راح تقعد على الاندرلاينج ميوكوزا على سوفت تشو، فاحيانا قد تكون عندي اكو اندركات موجوده اللي هي هذه المناطق عددتها قبل شويه، فانا المفروض اسوي بلوك اوت لهذه الاندركات بعدين يلا اكمل اسوي الدنشر بيز مالتي فوقها. فاحنا قلنا الدنشر بيز مالتي اما اسويها بيرمننت يعني اسويها اخذ بها جوريليشن وهي نفسها راح تبقى وياي كدنشر بيز، يعني هي دنشر بيز بروسيس جاهزه كامله واسوي عليها اني اسوي عليها الارنجمنت اوف تيث. زين او قد تكون لا هي تمبراري سويتها فقط اخذ بها جوريليشن بعدين تتعوض هي والاكريليك اللي يلزم الاسنان فوقها بالبيرمننت دنتشر بيز. ففي حالة انه انا اريد اسويها بيرمننت رأسا زين والكاستات بها اندر كات، فش راح اسوي؟ معناتها الكاست مالتي الماستر كاست من راح ادخله من اخلي عليه دنتشر بيز مالتي واسوي لها بروسيسنج عليه الاكريليك يصير سيت، اجي اريد اطلعها من الكاست مالتي ايش راح يصير؟ راح تكسر لي الكاست. زين ففي حالة انه عندي اندر كات شو اسوي اني؟ اسوي بلوك للاندر كات وين الموجودة؟ بالدنتشر بيز نفسها. زين يعني احنا عندنا الكاست وسوينا عليه يعني الدنتشر بيز مالتي نفسها زين اقلبها واسوي البلوك اوت عليها واصب بها الستون مالتي. زين صار عندي كاست، هذا الكاست اخذه اصبه على الارتكليتر، اشيل البلوك اوت وبعدين اللي بيها وارجع اصب ستون ثاني بيها، راح يصير انتيميت كونتاكت ما عندي اشكال بذاك حتى اذا انكسر، لانه الدنتشر بيز هي هذه فاينل دنتشر بيز وانا احتاجها انتيميت كونتاكت ويا هذا الكاست ما تتحرك ستيبل كلش لمن اني اسوي ارنجمنت بالتيث واسوي بروسيسنج للطبقة الاكريليك الثانية اللي تربط لي الاسنان. زين فسويت في حالة انه اريدها الدنتشر بيز نسوي لها كاستات اثنين مثل ما شرحنا هسه.
بينما اذا انا راح اسويها الدنتشر بيز مالتي تمبرري، يعني سويتها اني اسويها بيدي غالبا، هي هذا التمبرري، لما المختبر يجيب لي المتل فريم كامل اسوي اكريليك بيز عليها، اسويها ادابتد كلش على الميوكوزا على الكاست مالتي، وطبعا اذا اكو بي اندر كت طبعا اسوي لها بلوك اوت، فاسوي احاول اخلي فول كفرج للكاست مالتي حتى لما اخليها بالبيشنت ماوث اريد اخذ بها جو ريليشن تكون ستيبل، مثل هذه اللي لونها ازرق شفناها هسه، هذا تمبراري زين، فارتبها يعني اهم شيء بيها، اهم شرط انه تكون ريتنتيف حتى اخذ بيها جو ريليشن، واخذها نفسها اخلي عليها البايت ريم الواكس وادخلها اخذ بيها الجو ريليشن زين. فعندي the record base according to material constructed from it، الأنواع الريكورد بيز أو ممكن من شنو أصنع عن الريكورد بيز مالتي، ممكن بال visible light cure acrylic light cure denture base هي، أو auto polymerized resin اللي هو يا هو لا cold cure acrylic اللي نفس اشتغلتوا أنتوا بيه بالمختبر زين، نستعمل يا طريقة sprinkled on methane زين، تذكرونها sprinkled on methane، كنا نجيب المونومر ونطلي طلاء خفيف طبقة one layer على الكاسماتي ونرش عليه الباودر اللي هو الأكريليك الباودر المونومر البوليمر، وبعدين أجي أخلي طبقة ثانية أرشها أصبغها همين يعني أصب بالفرشة ومن المونومر وأرش عليها طبقة بوليمر وأظل أسوي أكرر اللايرز ماتي هذه لحد ما أكمل الثكنس المطلوب اللي أريده. هاي سبرينكل أون ميثود، قد تكون معدنية اللي هي كاسد ميتال بيس، وكمبريشن مولدت أور بروسيست أكريليك ريزن بيز اللي هو يا هو اللي هو هوت كيور أكريليك زين. هسه عرفنا بالنسبة للدنتشر بيز، نجي بالنسبة للأوكلوزر ريم، ويا هو الأوكلوزر ريم هو الواكس اللي أنا راح أخليه على الدنتشر بيز اللي سويتها حتى أخذ بيه جو ريليشن. فأوكلوزر ريم آر أدد تو ألو ريكوردينج أوف جو ريليشن ريكورد اللي هو هذا نشوفه بالصورة، أنا خليت واكس على كل دنتشر بيز، على كل صدر، على كل فري إند، على كل أريا ما بيها أسنان، كل ميسينج تيث أنا راح أخلي بمكانها يعني حسب عرض السبيس اللي موجود عندي أخلي الواكس مالتي. Placement of wax record is detected by opposing teeth tooth position and supporting ridge character. مكان الواكس اللي أنا راح أخليه من اللي يحكمني بي، أول شيء شكل الرج راح يحكمني، أنا لازم أخليه على الكريست أوف ذا رج، ثانيا الأوبوزيت تيث إلها، أنا ما كده أخلي لينغولي أو بكالي، أنا بالضبط أخليه شكل إذا عندك أسنان أوبوزيت إلها، فأنت البايت رماتك هالواكس تخليه بالضبط أكلود وياها، تصير أرتكليشن ويا الأسنان الأوبوزيت إلها زين. بينما إذا ما عندك أسنان أوبوزيت إلها فشنو أرجع للمورفولوجي أوف درج، مثلا مثل ما عندي بهاي الصورة يعني ما عندي أسنان أوبوزيت إلها، إيش سويت؟ أخلي البايت ماتي، أو هاي الصورة عندي بوستيريرلي، اكو تجي لي حالات فري اند سدل للابر واللور اثنيناتهم، يعني بوستيريور اللي من اخلي بايترن ابر ماكو فد شي قد لور راح يصد عليه اسنان حتى تحكمني بمكان البايترن، فبهاي الحاله شو اسوي اني؟ اخليه على كريست اوف ذا رج، يعني نفس المبادئ اللي كنت اسوي بها الكومبليت دنتشر. الأوكلوجن ريم may be made of several materials according to method used for recording jaw relation، حسب احنا عندنا اكثر من طريقة نسجل بيها jaw relation، حسب الطريقة راح استعمل الماتيريال اللي اسوي بيها البايترن زين. اذا انا عندي هو كم طريقة، احنا عندي طريقتين، عندي static method وعندي functional method. static jaw relation شلون اسويها، الماتيريال of occlusion rim that used to establish static occlusion relationship تشمل اللي عندي الهارد base plate wax زين، most commonly used to establish static occlusion relationship. static يعني انا بايدي انا اخليها بحلق المريض، والمريض ما يحرك حلقه، انا اللي راح احرك وافتح واسد الحلقه ومو هو اللي راح يحرك يعني، فممكن اصنعها من base plate wax، ممكن واكس اوكلوجن ريم نفس الواكس مالتكم العادي made on wax occlusion rim using wax registration material must be handled carefully and mounted immediately on the articulator. ممكن عندي wax registration material نذكرها من العام، هي bite registration material اقفل بها الجوريليشن
زين ممكن نفسها هذه اخذ بها جوريليشن واصبها راسا على الارتكليتر. As with wax rim, the unadjustable frame also may be used to support the final record. يعني ممكن أنا هو يعني الفريم مالتي المتل فريم هو راح يسوي لي سبورت للريكورد. ممكن من المولدينج بلاستيك اللي هو شنو المولدينج بلاستيك اللي هو الامبريشن كومباوند. زين عندها فد ادفانتجز حلوه كان بيوز rather than wax for occlusion rim. كلش هارد هو تذكرون هذا اللونه براون كان. بغض النظر عن يعني نوع الماتيريال هي الاوكلوجن في حالة ستاتيك ريليشن هي يعني راح تكون الكونستراكشن مالتها واحد. فالكلوزال ريم فور ستاتيك ريليشن should be so shaped that presents the lost teeth and their supporting structure. اعوض بها الاسنان المفقودة والسبورتنج ستراكشر الها. An occlusion rim that is too broad and extended beyond the prosthetic teeth will locate يعني أني المفروض هذه البايت ريم أني أرتبها أخليها حسب حجم الأسنان اللي راح أستعملها بعدين وحسب البوزيشن مالتها. في حالة أنت صرت كريم وكبرت وطولت وعرضت بالبايت ريم مالتك، حطيت بايت ريم أكثر من اللازم، شنو اللي راح يصير عندي؟ أول شيء alter the shape of the palatal bowel، بعدين alter the arch form of the mandibular arch، crowd the patient tank. من اجي اخذ انا الجوريليشن تانج مالته محصور زين، فراح يعطيني قراءة خاطئة. have an unwelcome effect on the patient، يعني راح يحس بشيء مو طبيعي وما راح يكون مرتاح واني اخذ الجوريليشن. offer more resistant to جوريليشن recording media than will correctly shape occlusal rim. احنا نسويها قلنا لازم الشيب مالتها مضبوط الابر واللور واشيكها الكونتور مثل ما كنا نسويها بالكومبليت بالضبط، تعطيني سبورت حلوة على الكريست اوف ذا ريج بالنيوترال زون وارتبها كلها، بعدين اجي اخذ الريجستريشن الجوريليشن بواسطة البايت ريجستريشن ماتيريال. فاذا اني ما مرتبتها وكلش عريضة وطالعة بوستيريالي ورايحة لي ورا كلش هواية ورايحة بكالي، من اخلي البايت ماتيريال مالتي راح تنفرش تتوزع على مساحة كبيرة وصعب أسيطر عليها بعد، مو مثل مساحة صغيرة أريد أقفلها articulate with each other. زين هذه كانت static method. في حالة أنه كنت أريدها functional method، functional method اللي هو البيشنت أنا راح ألبسه البايت ريم بحلقه وخليه يسوي فد حركات معينة، يا حتى مرات نخليه ياكل عليه أشياء خفيفة ومرات نخليه يروح بها للبيت حتى يسجل لي التشو سيرفس في حالة فانكشن. زين فبهاي الحالة أنا أحتاج أسويها من ماتيريال تتحمل أنه تبقى بحلقة هاي الفترة الطويلة، مو واكس وحرارة أكل وشي وراح يذوب، لا أحتاج ماتيريال تتحمل هذه الظروف أكثر. مثلا شنو عندي؟ مثلا عندي هارد واكس like الانلاي واكس. ليش؟ لأنه because they can carved by the opposite dentition. في حالة لو اكو opposite أسنان إلها والبيشنت خليته يسوي الحركات الفانكشنال مالتي بروتروجن لاتروجن ولاترال موفمنت وتشيوينج وابلع وما اعرف شنو، زين اذا بها فتشي اوفر اكستنشن يعني هاي فيرتيكال دايمنشن او شيء الأسنان المقابل إلها راح تحفر لي اياها، تشيل اكو شكو زيادة بالدايمنشن راح اشيلها، اضافة الى انه راح ترسم لي شكل الكيرفات بيها كيرف اوف سبي وكيرف اوف فولسن وهاي جماعتها، بعدين اعرف شلون راح اسوي ارنجمنت للاسنان مالتي. بعدين شنو؟ because of them are hard enough to support occlusion over a period of hours or days. مثل ما اتفقنا انه في حالة الفانكشنال ميثود مرات انا اخليه يظل ساعات يسوي جوريليشن، مرات اضطر يلبسها ويروح بها للبيت زين واخليه ابطنها بتشو كونديشنر واخليه يروح بها للبيت، فاحتاج ان لذلك انه تكون من مادة هارد. Construction of this type of occlusion rim considered as chairside procedure rather than laboratory procedure because it's corrected at clinic. هذه ليش؟ يعني مثل ما قلنا corrected at clinic فاعتبرها chairside مو خطوة مختبرية. هسه كملت أنا ضبطت البيز مالتي record بيز وضبطت عليها البايت ريم وأخذت جوريليشن كاملة، هسه إنه شنو أسوي؟ الجوريليشن آخذها أصبها على الأرتيكليتر، هذه جوريليشن. هذه اللي تشوفونها بالصورة اللي عبارة عن اللي فوق هذه الواكس هذه البايت ريم هذه
أو ريكورد بيز، هذا الريكورد بيز الأكريليك، بعدين فوقها طبقة من الشمع اللي هي البايترم. زين ضبطته حسب الفيرتيكال دايمنشن مات المريض، والنوب قفل الجو ريليشن هذا اللون الأزرق هاي بايت ريجستريشن ماتيريال، خليت المريض يقفل لي سنتريك وحقنتها بين البايترم أبر واللور. زين وانتظرتها تصلبت، طلعتها من حلق البيشنت از وان بيس. زين وجبتها انا عندي الكاستات، قعدت الكاست الابر عليها والكاست اللور عليها، اخذتهن از وان بيس صبيتهن بالارتكليتر. زين سوينا ماوتنج على الارتكليتر. النكست ستيب شنو؟ ارتب الارتفيشال ماتي عليها. شلون الطريقه اللي رتبتوا بيها انتوا الاسنان مالتي كومبليت دنتشر؟ نفس الطريقه مالت الارنجمنت مع اختلافات بسيطه كلش، هسه راح نتطرق لها. Before arrangement of teeth, the denture base on which the jaw relation record has been made must first be removed and discarded by heating the acrylic resin over a properly adjusted burner and using a plier to remove softened material away from the metal framework unless metal base are part of denture framework or heat polymerizing acrylic resin used. زين فاني قلنا احنا هذه اشيل البايت ريجستريشن ماتيريال وابدي ارتب الاسنان بها، اشيل بقايا الشمع الموجوده لانه انا صبيتها على ارتكليتر، انا اعرف بعد السبيس الابر واللور ايش قد اللي احتاجه، فبعد ما احتاج البايترم موجوده اشيل الشمع، انظف البايترم مالتي، انظف المتل فريم، اشيل كل بقايا الواكس اللي عليه، وابدي اني ارتب الاسنان فوقها. زين الاسنان مالتي راح تترتب، هيش راح يكون شكلها، عباره عن بايترم وعبارة عن الدنتشر بيز هي بقت نفسها، شلت بس البايترم الواكس. زين وعوضت بمكانه الاسنان، والاسنان طبعا الفراغات اللي بيناتها والستنج اللي على يعني قعدتها بمكانها بواسطة الواكس. A principle that should be taken during arrangement of artificial teeth. In general, the same rule which apply to complete dentures are also applied to partial denture in regard arrangement of posterior artificial teeth. تذكرون هالشيء اللي principle اللي كنا نسويها بالcomplete، نفسها أنا راح أطبقها زين مع ال partial denture. اختلاف بسيط انه ال occlusal surface مالتها لازم اسوي لها alteration اذا كان مقابل الها فد natural tooth، فمعناتها لازم ال occlusal surface اغيره اسوي متماشي مع ال occlusal surface مالت الاسنان ال opposite الها. زين since the occlusal surface of most natural teeth have been altered by wear, artificial teeth should be altered with suitable stone and acrylic pair so that it will properly intercuspate with the natural teeth. زين لأنه فترة طويلة صار للأسنان البيشنت هذا يعني عمره معناته ايش قد صار عندي وير بالأكلوزال سيرفيس، فلازم أني أسوي موديفيكيشن بالارتفيشال تيث أخليها تتماشى وتصير بها أكلوجن وانتركسبيشن ويا الأسنان الارتفيشال الأوبوزيت إلها. شلون اسوي هاي الموديفيكيشن؟ بالبيارات، الزم التوث بالبير واقصه اكريليك بير او ستون بير. So it was preferring to use resin teeth since they are most more easily modified and reshaped. لهذا السبب انا راح استعمل يا نوع اسنان استعمل اكريليك تيث او resin teeth لانه سهل اسوي لها الموديفيكيشن. زين the teeth are usually arranged for intercuspation with opposite teeth in a normal cusper relationship. في حالة انه انا عندي opposite اسنان الها كل سن انا اخليه اسوي له intercuspation. زين ومع الopposite الها باي سن ابدي؟ ابدي بالسكس مثل بالكمبليت، ابدي بالسكس اش قد ما اقدر اخلي الميجيو بكال كسب مات السكس هذا. زين فيرست مول بالأبر يصير بالريليشن مالته بالبكال جروب مالت المانديبولار فيرست مولر، يعني احاول قدر الامكان اسوي هاي الريليشن. مرات عندي يعني اختلاف بشكل الاسنان نتيجة انه صاير عنده ويرينج، ممكن اسنان صار بها درفتينج او اوفر ايربشن، فيكون عندي صعب اسوي هذه الطريقة الارنجمنت، بس قدر الامكان اني احاول اخلي ارجع هاي الريليشن.
زين بعدين artificial posterior tooth form should be selected to restore the space fulfill the aesthetic demand of the missing dentition. لازم اللي خل احسب بحسابي اني التوث اللي اخليه لازم ينطيني شكل جمالي ما يبين artificial قدر الامكان اخلي شكله يضيع ويا الناتشرال تيث الموجوده. زين ف manufactured tooth form usually required modification to satisfactory articulate with opposing dentition. Then the original occlusal form therefore is of little importance in forming the posterior occlusion for removal partial denture. يعني في ما في حالة انه انت الاسنان مثلا انت جد دورت عندك تسوي arrangement للتيث ما لقيت anatomical teeth fully anatomic لقيت semi anatomic او flat teeth ما يخالف مو اشكال لانه انت اول وثاني راح تقص الاوكلوزال سيرفيس لوش راح تقص راح مو راح تقص راح تلعب بيه تغيره تخليه يتماشى مع الناتشرال دنتيشن اللي هي اوبوزيت الها. زين قلنا بما يوفر لي الناحيه الجماليه artificial teeth must contact all opposing natural teeth to prevent their extrusion حتى ما يصير عندي over eruption بالاسنان الباقيه الناتشرال اني اخلي الاسنان الارتفيشال كون كونتاكت الها. احنا قلنا دائما شغلنا بالبروستيك لازم بريزيرف ذا بريزنت اند ريستور ذا ميسينج فلازم احافظ على الموجود. فوحدة من طرق احافظ على الاشياء الموجوده انه اخلي اكلودينج سيرفيس وياها حتى ما يصير بها اوفر ايربشن ولا دريفتنج. There is a broad agreement that selection posterior teeth with narrow reduced bicolingual occlusal surface form are desirable. تذكرون من قلنا احنا حتى نقلل الليفر اكشن على الرجمات شو اسوي؟ نقلل اللود حتى نقلل الريزوبشن اوف ذا رج شو نسوي؟ نقلل الاوكلوزال تيبل. شلون اقلل الاوكلوزال تيبل؟ اقلل حجم السن بكولينجول ميجو ديستالي استعمل اسنان حجمها اقل بالتالي الفورس اللي راح تنقلها للرج راح تكون اقل وبنفس الوقت وانا اخليها بالمنطقة البكال شيلف اريا بالنسبة للور حتى احصل من عندها برايمري سبورت وديستريبيوت الفانكشنال لود على وايد اريا مثل ما قلنا قررت الريزوبشن ومنعت الليفر اكشن. Sometimes a second or third molar will be extracted in an arch opposing to removable partial denture to help decrease the length of occlusal table and thus reduce the stress on free end extension abutment. زين إذا في حالة أحيانا إنه عندك free end في حالة class 1 و class 2 عندك free end سدل طويل كلش مثلا بس الكناين موجود ومن الفور اللي ورا كله مقلوع يعني صدر كلش طويل يعني هذا انتم احنا اتفقنا انه راح الابوتمنت اخر ابوتمنت راح هو راح يصير حمال المسؤوليه كليته راح يصير لود عليه. زين فحتى اقلل من اللود على الكناين مالتي ماكو داعي اخلي كل الاسنان موجوده شو اسوي؟ اقلل الاوكلوزال تيبل اقلل الفورس اللي راح تنزل على الاوكلوزال تيبل الاوبوزيت الها اباوع اذا اكو 7 8 ابر 8 او ابر 7 هم مو اشكال اقلعها اخلي الابر ينتهي لحد ال 6 واني باللور اعوض لحد ال 6 artificial post هاي شنو حكمني الرج اذا كانت الرج ويك واذا انا اريد اقلل الريزوبشن اللي عليها وفري ومسافه طويله كلش اسوي هذه الطريقه. The artificial posterior teeth should not be arranged further distally than beginning of the sharp upward incline of mandibular residual ridge or over the crest over the retromolar pad. نتذكر احنا retromolar pad area شلون صايره؟ صايره كيرف بالنهايه، نهايه المانديبل باتجاه الريموس صاير كيرف. زين فاني ما يصير ارتب الاسنان مالتي على الكيرفتشر هذا. لازم اني قبل ما اوصل الكيربتشر هذه نهايه الاسنان عندي حتى في حاله الكومبليت دنتشر قلنا الكلوزال ريماتي لازم توصل للتو ثيرد الريترومولار باد اريا حتى بعدين مستقبلا من اخلي الاسنان ماتي ما يصير عندي سن صاعد فوق الريموس مات الماندبل. To do so would have the effect of shunting the denture anteriorly. Mandibular posterior teeth should not be arranged distal to upward incline هذا اللي هو الاسندينج الريموس ما يصير اني اخلي الاسنان عليها اتفقنا. المولر tooth has been
place just anterior to a mark on the cusp and area disengage the beginning incline. يعني أنا ألزم الكاست مالتي أشوف أشيل البايترم الكاست نفسه أشوف وين بادي الريموس الكيرفتشر نهاية الماندبل أرسم خط وأنزل على حافة أرسم الرج على الرج وأنزل على حافة الكاست اللي جوا من أخلي البايترم مالتي فوقه زين الخط اللي نازل على حافة الكاست راح يكون فالدليل إلي إنه ها هي نهاية الأسنان تصير هنا وبس ما أسوي أبعد من عندها زين. Sometimes it may be necessary to select teeth other than those lost by the patient. زين. مثلا يعني اكو فد حالات تحكمني انه اختار سن يختلف عن السن اللي فاقد المريض. شن مثلا يعني قصدي عندك artificial second premolar and first molar. Maybe يعني مثلا عنده missing الـ 5 والـ 6. من اجي ارد اخلي له ناتشرال تيث شخلي مو شرط اني ارد اخلي ارتفيشال تيث مو شرط اروح اخلي 4 و يعني 5 و 6 ممكن اخلي 6 و 7 بمكانها زين يعني حسب الحاله ايش تتطلب من عندي اختار نوع السن اللي لائمها ففيور اور سمولر تيث ار اوفن نيسيسري ان توث بوندد دنتشلس سبيس زين مرات عندي اني عندي كلاس 3 باوندد صدر زين الصدر هذا صاير المسافه السبيس قليل مثلا عندي 6 عندي 4 مقلوع عندي 5 و 6 وال7 موجود يعني لازم اني اخلي 5 و 6 ما اقدر اخلي يعني السبيس 7 صاير بي درفتنج ال4 صاير درفتنج بحيث السبيس بيناتهم صاير قليل بحيث الناتشرال تي الارتفيشال تي اللي اجي راح اختارها لازم اختار حجم اصغر من حجم الطبيعي حتى يكفي لي بهذا السبيس او اتليست الزم السن واقصه اصغره حتى يكفي لي بهذا السبيس aesthetic is often a factor in selection of teeth for partial denture عندي خصوصا وين بالمنطقه الانتيرير the artificial teeth must be at least as long occluso gingivally as the abutment teeth to prevent unwanted display of denture base material This is particularly important في المكزيلاري partial denture قلنا أكثر شيء بالمكزيلاري والأنتيرير أريا المفروض حجم الأسنان اللي أستعملها بنفس الحجم مالت الأرتيف الناتشرال تيث اللي باقي عند المريض المسافة انسايزو جنجايفالي أو كلوزو جنجايفالي لازم نفس الطول الأسنان أستعملها إذا استعملت واحد شوية أقصر من السن اللي بصفه راح يصير كمية أكريليك أكثر على الكلوزال سير على الجنجايفال مارجن مالته زين فالانتردنتال بابيلا شكلها راح يصير محلو راح يبين شكله مو ناتشرال anterior teeth on removal partial denture are concerned primarily with aesthetic and function of incising الاهم requirement للانتيرير تيث لازم تكون عندي الاستيتيك مالتها حلوه وتنطيني انسايزنج حلو يعني انسايزر ايج مالتي مرتبه بحيث تسوي انسايزنج للفود these are best arranged with patient in is present because an added appointment for try-in would be necessary anyway. يعني المفروض لما أنا أريد أسوي try-in البيشنت موجود عندي حتى أحدد مكان الانسايزر أريا مات الأسنان الأنتيرير لأنه مهمة كلش بالأستاتيك وبالانسايزنج إذا ما جت على الكريست أوف ذا رج مات البيشنت أو كانت بقالي أكثر لينجوال أكثر مانطة سبورت للب أكثر بنفس الوقت الفونتيك مالتي احنا اتفقنا اللور ليب لازم تصير سوي لي سيل تصير كونتاكت ويا الابر انسايزر ايج حتى تنطيني سيل يطلع لي الحروف مضبوطه فلذلك لازم البيشنت موجود عندي حتى اشوف حجم الاسنان اللي استعملتها ها هي لو لا anterior artificial teeth should be matched as closely as possible to the adjacent natural teeth or fixed restoration The matching process should be accomplished using natural light and should be completed as quickly as possible to prevent eye fatigue. يعني بالنسبة للون لون الأسنان إحنا اتفقنا أو راح تشوفونها حتى بالأوبراتيف المفروض أنت بالحشوة الضوئية والشي من أنت تسوي كراون نختار لون الأسنان مالت المريض ما نعتمد على الضوء مالت الجهاز على الداي لايت واحاول قرار الديسيجن مالتي اللون اللي راح استعمله وشكل التوث بسرعه
لانه اذا ظل مركز فترة طويلة تستعمل الوان هواية راح تدوخ بيها، انت راح عينك تتعب بعد ما راح تقوم تفرزن الالوان. As a general rule, the most difficult part of arranging anterior teeth is directly related to loss of restorative space. لويش دي يصير عندي لوز؟ The natural teeth adjacent to the space will either drift or tilt into the space. فالسبيس راح يكون أقل، معناتها حجم الأسنان راح تكون المفروض أقل. The drifting or tilting procedure are noticeable decrease in the restorative space and force the selection of one or more prosthetic teeth that are narrower than their natural counterpart. يعني بسبب انه ال restorative space قلت عندي راح اكون مجبرة استعمل اسنان الحجم مالتها ارفع من الاسنان اللي موجودة بال counterpart بالquarter الثاني من الارش او adjacent الها. زين يعني لانه السبيس قليل فراح انحكم انه اردت اسنان نرور. فمثلا السنترال انا حاطه 2 سنترال، هسه اشوفكم الصوره، اذا استعملت واحد ارفع من الثاني راح يصير شكله ما حلو، حتى الميدلاين ما راح يصير بمكانه. During the mouth preparation appointment an attempt should have been made to regain original width of the space by reshaping proximal surface of the adjacent teeth. في حالة عندنا احنا بالموث بريبريشن لما يجي ارد احضر الكريستات الريست مات الكلاسبات ارد احضر، اذا عندي ما عندي فد اندر كات لازم انا احضر اللي هي كونتورينج للتوث وهالسوالف. زين بنفس الوقت انتبه على السبيس الريستوراتيف سبيس، كافي مو كافي، لا اني اقعد اسوي دايسكشن للاسنان ارتب يعني ازغر الاسنان الناتشرال نفسها بحلق المريض. زين بس ما اخذ منها هواي، لازم وذن ذا انامل قلنا اذا صارت تاخذ هواي من التوث مالتك لازم تسوي له كراون بعدين تغلفه، فلازم يعني فد شي قد الانامل بس اني. If the entire width cannot be recovered, consideration should be given to overlapping the artificial teeth so that a normal sized tooth may be used to harmonize with the patient face and remaining teeth. احيانا حتى نقدر نضطر نسوي overlapping يخليها مثل الكراودنج شوية صاير بيها في سبيل انه تنطيني natural appearance. شوفوا عندي هذا هنا مكان السنترال قلعة البيشنت قالعة من زمان، فتحرك السنتر اللاترال تحرك اجى شوية على المكان، فانتبهوا على بي الارتفيشال توث اللي استعملته اني اصغر من السنترال الناتشرال اللي بصفه. زين يعني من واحد يركز مبين ذاك هو انا ارتفيشال مو ناتشرال، فممكن اني شنو اسوي بالبيار ماتي هاي ستريت فيشر شوية اخذت من السنترال، هذه اللي شوية اخذته شوفوا ايش قد فادني هنا، هذا شوية اخذته منه ايش قد فادني بحيث انطاني الحجم التوث. شوفوا بالحالة الأولى شقد كان الحجم صغير، وشوفوا بالحالة الثانية شلون صار حجمه مقارب للناتشرال توث. و if the maxillary central incisors are missing, it is essential that these teeth be set first. This allows the practitioner to establish re-establish the maxillary midline and the center of the face. في حالة انت عندك missing the central ابدي اول واحد بيسوي له الارانجمنت حتى تعرف تضبط الميدلاين مالته وين راح يكون، بعدين على اساس بوزيشن مالت السنترال رتب باقي الاسنان. زين اللابوراتوري بروسيجر اوف ارانجمنت تيز example arrangement of artificial teeth for chrome cobalt removal or partial denture in case of class 2 missing first or second molar. مثال اخذنا patient عنده class 2 missing عنده ال 6 و 7. زين اول شيء ناخذ نختار الاسنان مالتنا، زين احسب السبيس ايش قد موجود، اجيب اسنان الحجم مالتها مناسب لهذا السبيس. زين the partial denture framework is placed on cast and stabilized by wax while the teeth are being set. الميتال فريم مالتي هو والبيز اخذ اثبت على الارتكل على الكاست بشمع حتى مو اني ارتب الاسنان يوقع، احاول اخليه ثابت على الكاست مالتي. زين
بعدين شو اسوي؟ انتو تذكرون الارتكليتر بانتيريال انسايزال بين يحدد لي الفيرتيكال دايمنشن. شو اسوي؟ ازيد الفيرتيكال دايمنشن مليم واحد، يعني انزل الانسايزال بين مليم واحد. فش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي فتحة بين الأسنان بوستيريرلي أكثر من الطبيعي، دروب مليم واحد زيادت مو هواية، معناتها راح أفتح الأرتكليتر بوستيريرلي مليم واحد. أرتب الأسنان ماتي، the first molar is set into position، قاعد السكس أول شي. زين the gingival side of the tooth may need to be reduced but should be hollow ground to preserve the facial surface. احنا اول شيء مثلا جبت السكس ماتك طلع طويل اطول من اللازم، فشو اسوي؟ ما اروح اقص من الكلوزال سيرفس واخرب شكل الكاسبات، لا، اروح لي جوابي من الفيتنج سيرفس مالته من الجنجايفال سيرفس اقص. بس انتو ذا شفتوها الاسنان من سويتوا ارنجمنتها مو حافته مو عدله، صار حافته كيرف حتى يقعد على الرج، فاني اقص واحافظ على شكل الكيرفتشر هذا وانا دا اقص. Then adapt by grinding the medial surface of the first molar so that they fit around the distal and the distal of minor connector. A piece of articulating paper is inserted between the tooth. Then اخلي الميديال سيرفيس مالت ال 6 راح يصير وين؟ ويا الماينر كونكتر مالت الكلاسب اللي طالع لل 5 اللي قبله. زين، فاني هذا التوث يعني راح يصير عندك هنا علاقة مكان ارتباط بين الماينر كونكتر والتوث. فش راح اسوي اني هذا؟ اخلي ارتكليتنج بيبر، زين، واخلي السن مالتي بمكانه قاعدة، اشيل ارتكليتنج بيبر، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي مكانات يعني طاخة بالماينر كونكتر، ما اريد مكان يطخ. مثلا هو شنو اللي راح يطخ؟ الهايت اوف كونتور اللي راح يطخ بالماينر كونكتر ويظل جواه فتحة، انا ما اريد هاي الفتحة تظل عندي، فخلي ارتكليتنج بيبر حدد لي المكانات اللي تطخ، شلتها بالبير صار سطح عدل متصل بالماينر كونكتر. The mark A هذه نشيلها. The buccal cusp tip of mandibular first molar are set in the central wheel. قلنا إيش قد ما نقدر نخلي الباكال كاسب مات الفيرست مولر يجينا وين؟ بالباكال جروف مالت المانديبل. Check to make sure that lingual cusp are in tight contact. زين؟ نزلته وكملته وخليته بالجروف مالته، ارجع انتبه لينجوالي صاير تاتش لما صاير تاتش، وارتب الكونتاكت لينجوالي هماتين. After the tooth has been properly positioned the incisal pin should be returned to its original position and the occlusal surface of the artificial tooth altered with suitable stone and acrylic pair until incisal pin touches the incisal table. احنا شنو قلنا؟ قلنا رفعنا الانسايزر بن شوية مليم واحد، فانفتح عندي البايت بوستيريرلي مليم واحد، رتبت الاسنان وكملتها. زين، هذا المليم الواحد انا شلون راح اشيله بعدين؟ انا اقول لك مستحيل الاكلوزال سيرفس مالت الارتفيشال توث يقعد انتركسبيشن ويا الناتشرال توث الاوبوزيت له، فهذا المليم الزيادة اللي انا خليته راح استغله ابدي اقص من الفيشال سيرفيس شوية شوية الى ان يصير عندي ماكسيمم انتركسبيشن، وبنفس الوقت يطبق الانسايزر بين يرجع لمكانه، يطبق الفيرتيكال دايمنشن يرجع مضبوط. شو ادريني اياها هي المكانات اللي اخذها؟ بالارتكليتنج بيبر، اخلي ارتكليتنج بيبر واطبق الكاستات عليها، اشوف شنو الكاسب اللي راح يعني تتلون طاخ بالارتفيشال من ناتشرال توث اللي اوبوزيت الى بالكاست. زين، فهو هذا الكسب العالي اظل اسوي له ريشيبينج لحد ما ارتب الانتركسبيشن. كملت السكس ورتبته، زين، وقفلت، اجي السفن اسوي له نفس الطريقه. Second molar checked for occlusion. Note that the occlusal alteration is done tooth by tooth. يعني من يعني خليت السكس ورتبت هاي العملية كلها مال incisal pin ورتبتها وكملتها وصار مغزم intercuspation. اجي شو اسوي؟ اجي للincisal pin مرت الاخ ارفعها مليم واحد وارجع اخلي السفن بمكانه، اثبته بكولينجوالي وهالسبيسات وهالسوالف، اجي اوكلوزالي اخلي articulating paper واطفق. يا هو المكان اللي يصير بي يعني contact ويا الاوبوزيت. زين، اشر لي على التوث، رحت شلت الincisal pin نزلتها للمليم اللي انا كنت مزيتها، رجعتها للفيرتيكال دايمنشن المضبوط
واظل اسوي موديفيكيشن بالاكلوزال سيرفيس مالت السمن لحد ما يصير عندي انتركاسبيشن. زين spaces between mandibular posterior artificial teeth may result during their anterior posterior placement. These spaces are usually indicated detected by maxillary natural teeth and are not to be considered undesirable unless they interfere unreasonably with aesthetic. Then a compromised position must be selected. يعني مرات السبيس كلش كبير واحنا حجم الاسنان اصغر، يعني حتى لو كبرناها راح يظل اكو سبيس بين الاسنان. هذا السبيس بوستيريرلي ما راح يضرني بشي، راح ينترس باكريليك ويعني يحل المشكله كليتها. المشكله اللي راح تصير عندي بس في الاستاتيك، اذا كان عندي باستاتيك زون زين، فلازم البوزيشن لازم نقعد بهاي الحاله نرتب بيه بحيث نخلي الشكل ناتشرال ابييرنس.